قالت شركة البيع على المكشوف هندنبرغ للأبحاث أن الطعن الواسع النطاق من مجموعة غوتام أداني التي تحمل اسم الملياردير الهندي ضد مزاعم البائعين على المكشوف في الولايات المتحدة بشأن مخالفات شركاته تجاهل جميع مزاعمها الرئيسية واكتفى بالنزعة القومية. بحسب هندنبرغ للأبحاث، فشل بيان الرد من أداني المؤلف من 413 صفحة والصادر في الإجابة عن 62 سؤال من أسئلة هندنبرغ البالغ عددها 88 سؤال، حيث ربط الرد بين الصعود السريع للشركة وثروة أغنى رجل في آسيا مع نجاح الهند نفسها. وبالرغم من مساعي لتهدئة المستثمرين من خلال إصدار بيان الرد، تراجعت جميع أسهم شركات مجموعة أداني اليوم، إذ أدت عمليات طرح أسهم بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، والتي استمرت لثلاثة أيام إلى محو ما يقارب 68 مليار دولار من القيمة السوقية لمجموعته، بخطوة كانت من المفترض بدورها أن تؤكد صعود الملياردير إلى الساحة العالمية. وفي آخر الأخبار، أعلنت العالمية القابضة الإماراتية عن ضخ 400 مليون دولار في طرح أداني. نتحدث عن هذا الموضوع، ينضم إلينا من دبي وضاح الطه، عضو مجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI. أهلا بك دكتور. دكتور، دعنا نبدأ بالحديث، يعني قبل ما نفوت بتفاصيل ربما تحليلية، كنت أتابع تغريدات لك اليوم عن هذا الموضوع، وقلت بأن تعليق الشركة على ما حصل، تعليق شركة العالمية القابضة على ما حصل لمجموعة أداني، أن قرارات الشركة الاستثمارية تستند بشكل خالص إلى تحليلها للحقائق الموضوعية، وذلك مدعوم باستخدام أبحاث وأدوات تحليل خاصة. قلت بأن هناك حلول ولست قلقا من هذا الاستثمار، ولكن بحاجة إلى توضيح أكثر. ما نوع التوضيح برأيك الذي نحتاج إليه؟ الحقيقة الموضوع مرتبط أولا بإفصاح المتحدث عن الشركة. المتحدث عن الشركة لا الشركة أبدا، يعني الشركة مرتفعة خلال سنة بأكثر من 160% كأسعار أسهم، ولكن النقطة الأساسية أنا أعتقد هو ضرورة إعطاء المزيد من الإيضاحات. أوساط المستثمرين، لاحظي أن السهم من بداية السنة يعتبر منخفض تقريبا بأكثر من 5% تقريبا، لكن بشكل عام أنا كنت أتمنى أنه يكون هناك نوع من الشفافية أكثر لدى الشركة، وتفضي أنه قيمة الاستثمار تقريبا بحدود 2 مليار، ما هي البدائل لحد الآن، قدر الإمكان، وأحدى البدائل هي الاستحواذ على الشركات. الحقيقة هناك ثلاث شركات دخلت فيها 2 مليار من قبل أبوظبي العالمية القابضة. أعتقد بالإمكان الحصول على حصص مؤثرة وتكون هي صاحبة القرارات، والشركات التي تم اختيارها كانت اختيارات موفقة. أعتقد من ضمنها جرين انرجي، واحدة منهم الثانية تتعلق بشغلات صناعية ترانسميشن، وبالتالي أنا لهذا السبب حجم الاستثمار قياسا برأس المال أو قياسا بالإيرادات، لا أعتقد الشركات هذه ستواصل الانخفاض، بدليل أن هناك طلبات على الاكتتاب الذي يجري بمقدار كما ذكرت قبل قليل 2.5 مليار. طب نتحدث شوي كمان عن شركة الأبحاث أو شركة البيع الشراء على المكشوف، التي تحدثت عن أن هناك عمليات نصب أو عمليات يعني اللي ردوا عليها وقالوا بأن هذا ليس هجوما على شركة ولكنه هجوم على الهند بحسب التصريح. يعني برأيك هل توقيت اختيار هذه التصريحات هل له أي دور في النظر إلى دور الهند اليوم في الاقتصاد العالمي الذي يكبر بشكل واضح؟ هو نعم، أنا بكل أمانة لا أزكي الطرفين. الطرف شركة الأبحاث هندنبرغ أعتقد هي كما تعلمين شورت سيلر، فالشورت سيلر الاستراتيجي
يعتمد على هبوط الأسعار. صدر التقرير وبعدين طلع اشتغل بالشورت سيلينج، سوى مئات الملايين ربما من الأرباح. فليس بهذه الملائكية والنزاهة. والطرف الثاني أنا لا أعتقد أنه ليس لديه مخالفات، ولكن اعتمد بدليل اعتمد على النزعة الوطنية القومية في الدفاع عن شركته. وهذا الحقيقة من ناحية البزنس، من ناحية الأسواق، يعتبر دفاع بالنسبة لي غير موضوعي إذا ما جابهت الأكيزيشن، الاتهامات التي اتهمت بها الشركة، جاوبتها بإجابات مباشرة. لم تكن هناك إجابات مباشرة، فبالتالي الطرفين يحاول أن يحشد الرأي لقضيته، أو أما للدفاع أو للهجوم. ولكن أنا أعتقد ما يخصنا إحنا كأسواق، ما يخصنا كاستثمارات إماراتية في هذه الشركة، أعتقد الشركة ضخمة وسيتوقف النزيف. وإذا السيناريو الأسوأ الذي يدور في بالي هو أنه العالمية القابضة تستحوذ على هذه الشركات، أو تجد شريك استراتيجي ويكون لها صوت الأغلبية، وبالتالي هناك استراتيجيات دفاعية في مثل هذه الحالات. لم تستخدم كل هذه الأدوات لحد الآن أساسا، أعتقد من المبكر. بالتالي اليوم حصل ارتداد بالمجموعة نتيجة الطرح على شركة الفاست فود، فاست كونسيومر جودز في الهند ب 2.5 مليار، التغطية كبيرة. الحقيقة هي أساسا مدرجة فقط، هذه تكملة أما لرفع رأس المال، هذه FPO وليس IPO. F نعم. يعني follow public offering. أما لزيادة رأس المال أو لسداد ديون. دكتور، هو نحن بنتمنى يعني نتابع معك الحديث، ولكن لأسباب تقنية سنضطر للوقوف عند هذا القدر. شكرا جزيلا لك وضاح الطه، عضو مجلس استشاري الوطني لمعهد CISI، كنت معنا من دبي. أهلا وسهلا بك.